السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناة مامي في البيت. النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة زي ما شايفين معايا كده. هنعملها النهاردة بأشكال كتيرة مختلفة ومتنوعة، يا رب تنال إعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو وتشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد. زي ما شايفين كمان يا حبايبي هنعمل مع بعض بالكنافه، شايفين معايا على شكل كونو، وهنشيها كمان عندي بالكريم شانتيه، يا رب تنال اعجاب. يلا نبدا مع بعض. اول حاجه في وصفتنا النهارده لازم يكون عندي كنافه. الكنافه دي نوعيه من كنافه اسمها كنافه الطرح، زي ما شايفينها معايا بالشكل ده. انت بتروحي عند الراجل بتاع الكنافه وتقولي له عاوزه كنافه طرح، هيديها لك بنفس الشكل ده بالظبط. دلوقتي انا هبدأ عندي اقصها واخد منها الجزء اللي انا هستخدمه. زي ما شايفين معاكم كده انا قطعت حتة عندي على قد اللي هشتغل بيها. اول حاجة عندي هبدأ اعملها، زي ما شايفين معايا هبدأ عندي افرد الكنافة كده بالشكل ده اهو. فيها طبعا فيها طبقات، انا هاخد الطبقة الاولى زي ما شايفين اهو معايا بالشكل ده، هشيل دي عندي في كيس، اهم حاجة عندي علشان ما تنشفش معايا زي ما شايفين معايا بالشكل ده. بعد كده هبدا احط عندي الحشو، احط عندي الحشو بتاعي كده اهو. بعد كده هبدا الف كده هبرم الكنافه، شايفين معايا اهو بالشكل ده. ابدا الف ابرم بالشكل ده اهو واضغط كده لجوه. انا بس حبيت اوريكم الطريقه ازاي اهو. شايفين معايا اهو زي ما شايفين معايا بالشكل ده اهو. هبدا عندي احطها زي ما شايفين معايا بالشكل ده خلاص. هرش عندي عليها كده حبه سمنه بالشكل ده اهو. طبعا دي عندي زبدة، عندك سمنة استخدمي سمنة زي ما تحبي استخدمي. تمام اهو، اهم حاجة عندي اغرقها كويس تشرب كويس بالسمنة بالشكل ده اهو. تمام بالشكل ده. هنعمل مع بعض كمان عندي كنافة بدون حشو، دي عندي هحشيها بالشوكولاتة، هغلفها من بره بالشوكولاتة زي ما هنشوف مع بعض. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هبرم الكنافة بالشكل ده اهو، هي فاضية هبرمها. تمام نفس الطريقة اللي فاتت اهي معايا بالشكل ده اهو، شايفين معايا اهو. ان شاء الله دي هنعملها مع بعض بالشوكولاتة معايا بالشكل ده اهو. تمام زي ما شايفين كده هعمل معاكم واحدة كمان، هحشيها عندي هنا بالفول السوداني. طبعا انتي احشيها زي ما تحبي، طبعا الحاجة متوفرة عندك في البيت استخدميها ما فيش مشكلة خالص. دلوقتي هبدأ احط عندي الحشو بتاعي على الكنافة كلها. كده خلاص حطيت الحشو، انا هبدا دلوقتي ابرم زي ما شايفين معايا بالطريقه بالشكل ده. اهم حاجه عندي انا الف الكنافه وبعد كده عندي اضغط لجوه علشان ادخل عندي الحشو بتاعي لجوه زي ما شايفين معايا، والف بالشكل ده. ابدا الف الف لحد اخر حاجه عندي في الكنافه بتاعتي زي ما شايفين بالشكل ده. سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه زي ما شايفين معايا اهو. كده خلاص بعد كده عندي هبدا اجيب الصينيه واحطها عندي في الصينيه. اهم حاجه عندي اضغط بين كل واحده والتانيه، ما سيبش اي مسافات زي ما شايفين معايا بالشكل ده علشان عندي الكنافه ما تفكش. بعد كده هبدا ادهنها عندي بالسمنه او الزبده. اهم حاجة عندي الكنافة لازم تشرب زبدة كويس، وطبعا يا بنات يفضل ان احنا نستخدم زبدة.
الزبدة بتدي طعم رائع جدا للحلويات زي ما شايفين معايا كده. بعد كده هنبدأ نعمل مع بعض الكنافة الفنجان، ده عندي فنجان بتاع القهوة هنبدأ نستخدمه مع بعض في عمل الكنافة. أول حاجة عندي الفنجان بتاعي لازم أدهنه كويس جدا بالزبدة زي ما شايفين معايا بالشكل ده. تمام، انا كده خلاص دهنته كويس جدا. بعد كده هبدأ عندي احط فيه الكنافة زي ما شايفين كده معايا، انا جبت الكنافة اهو، ببدأ عندي اخد منها قطعة واحط عندي في الفنجان زي ما شايفين كده معايا اهو. تمام، وهبدأ اضغط كويس لجوه، اهم حاجة عندي اضغط كويس عندي الكنافة في الفنجان، دي خطوة عندي ضرورية زي ما شايفين معايا بالشكل ده. أبدأ أضغط أضغط لجوه وأفرغ عندي وأعمل زي فراغ من جوه علشان أحط عندي الحشوات بتاعتي. بعد كده هنبدأ نعمل الحشوات، أنا عندي هنا جوز هند وفول سوداني وعندي كمان زبيب، دي الحشوات اللي أنا هستخدمها. انتي ممكن تستخدمي الحشوات الموجودة عندك ومتوفرة عندك في البيت، هضيف معاهم كمان باكو فانيليا يدي نكهة كده حلوة للحلويات. تمام، وعندي شربات، الشربات ده انا عاملاه عندي كوباية ونص سكر عليهم كوباية ونص من المية. عندي الشربات بتاعي بتاع الكنافة لازم يكون عندي شربات تقيل، عندي الكنافة لازم تكون سخنة والشربات بتاعي بيكون بارد، علشان كده عندي انا مجهزة الشربات من بدري. دلوقتي عندي هبدأ احط حبة من الشربات اللي معايا زي ما شايفين معايا بالشكل ده. ليه الخطوة دي؟ علشان المكسرات بتاعتي تبقى ماسكة في بعضيها اثناء ما بحطها عندي على الحلويات، الخطوة دي عندي مهمة علشان لما اجي اكل الحلويات بتاعتي متقعش وتفك مني. هبدأ اقلبهم مع بعض كويس، هضيف كمان شربات وهقلب. تمام كده خلاص كويس جدا، عندي هحط كمية عندي في الفنجان اللي معايا زي ما شايفين معايا اهو بالشكل ده، شايفين معايا اهو. تمام، هبدأ اقفلها. كده بضغط، اهم حاجة عندي اضغط كويس، شايفين حبايبي اهو. بعد كده خلاص زي ما شايفين، بعد كده خلاص احط عندي حبة سمنة اهو او زبدة زي ما شايفين معايا اهو. مدام بنعمل كنافة يبقى عندي اهم حاجة عندي الزبدة بتاعتي تكون كتيرة او السمنة بتاعتي. تمام كده خلاص هبدأ اطلعها اهو، شايفين معايا شكلها ازاي، شايفين معايا اهو. هعمل معاكم واحدة كمان، شايفين معايا هاخد حتة كنافة، طبعا انا دهنت الفنجان بتاعي بالزبدة كويس، هحط عندي الكنافة. بعد كده عندي هبدأ اضغط لجوه كويس جدا زي ما شايفين معايا بالشكل ده. احط حبة حشو، بعد كده عندي احط الحشو بتاعي زي ما شايفين، وهقفل عندي الطبقة اللي من فوق بالشكل ده. هبدأ اضغط كويس جدا زي ما شايفين معايا كده خلاص. بعد كده هبدأ ادهنها من فوق بالزبدة زي ما شايفين معايا كده. تمام خلاص هبدأ بعد كده اطلعها، سهلة خالص شايفين يا بنات اهو كده معايا خلصت خلاص اهو. هبدأ احطها عندي في الصينية. تمام، هنعمل مع بعض النهاردة كنافة على شكل كورو زي ما شايفين معايا كده. الارتيس دي شايفين معايا دي بتتباع عندي عند بتاع مستلزمات الحلويات، شايفين معايا بالشكل ده. هنبدأ نلف الكنافة، انا مشتريهم هنا عندي حوالي 6 قطع، شايفين معايا اهو بالشكل ده. هبدأ عندي اول حاجة
هاخد عندي كده الكنافة بتاعتي اهو بالشكل ده. انا هشتغل هشيل عندي الجزء ده علشان ما ينشفش زي ما شايفين معايا بالشكل ده اهو. هبدأ اخد كده جزء هبدأ عندي من تحت كده هبدأ اعمل كده اهو وهبدأ الف بالشكل ده اهو كده واشد بالشكل ده اهو اهو عندي بالشكل ده شايفين معايا. هجيب عندي السمنة هبل ايدي كده بالسمنة وابدأ اضغط سمنة او زبدة. طبعا الزبدة عندي بتكون افضل مع الكنافة بس طبعا متوفر عندك في البيت استخدميه بالشكل ده اهو. اضغط اهو شايفين معايا واحد كمان اهو تمام. اضغط جامد بالشكل ده زي ما شايفين معايا بالشكل ده اهو. هبدأ عندي اجيب السمنة في ايديا كده واضغط على شكله اهو عشان يبقى شكله معايا جميل وحلو اهو. النفترض مش عارفة تلفيها على ايدك هنعمل ايه؟ هنجيب عندي السمنة بتاعتي او الزبدة هبدأ كده عندي ارش تمام على الكنافة تمام. هبدأ بالشكل ده الف اهو شايفين معايا اهو بالشكل ده. هبدأ عندي اضغط والف بالشكل ده اهو تمام. هبدأ كده اضغط والف اهي. دي كمان طريقة سهلة لو مش عارفة تعملي على ايدك تمام بالشكل ده اهو تمام. بعد كده عندي هبدأ اقص على قد ما انا احتجت تمام. عندي اهو بالشكل ده هبدأ عندي احط عليها سمنة بالشكل ده اهو اهو. بعد كده هدهن عندي بحبة سمنة ثاني كده اهو عشان تطلع كل الكنافة بتاعتي كده حلوة ومحمرة. تمام. بعد كده عندي خلاص هبدأ ادخلها عندي الفرن على درجة حرارة 180 او 200 تمام لغاية ما عندي الصينية بتاعتي تحمر كلها كده. بعد كده عندي هبدأ افتح عليها الشواية مع بعض كنافة وعش البلبل شايفين معايا. هجي حتة كنافة بالشكل ده اهو هخليها رفيعة شوية تمام بالشكل ده اهو. هدهن عندي بالزبده بالشكل ده اهو تمام. عندي كده وايديا كمان تكون فيها زبده هطري عندي كده الكنافه. هجيب عندي طرفها احط كده اهو شايفين معايا اهو زي ما تحبيت عايزاها صغيره كبيره زي ما تحبي. انا كده بالنسبه لي كفايه خلاص هشيل عايزاها صغيره. عندي الطرف ده احطه عندي كده من تحت بالشكل ده واهي تمام اهو.
واحطها عندي في الصينيه، بحيث عندي الطرف اللي من تحت يبقى في قعر الصينيه من تحت. شايفين معايا اهو، هنا عندي سمنه كان عندي بالشكل ده اهو، شايفين معايا بالشكل ده. هبدا الف كده بالشكل ده، تمام. بعد كده عندي عاوزاها كبيره عاوز صغيره براحتك، انا كده بالنسبه لي كفايه، هقطعها خلاص بالشكل ده اهو، شايفين معايا. وزي ما شايفين معايا كده عندي الكنافة بتاعتي خرجت من الفرن، عندي الكنافة سخنة وعندي الشربات بتاعي بارد. هبدأ دلوقتي اسقي الكنافة بالشكل ده اهو، شايفين معايا اهو حبايبي. دلوقتي عندي بعد ما الكنافة بتاعتي بردت هنبدأ نجهزها مع بعض. اول حاجة عندي هنشوف الكنافة، نقطعها مع بعض. بالشكل ده. زي ما شايفين معايا حبايبي ده شكل الكنافه بتاعتي المحشيه من جوه مكسرات، شايفين معايا. طبعا انتي لو عاوزه حجم اكبر من كده بتلفي طبعا الكنافه من البدايه اكبر من كده، انا بحب الاحجام الصغيره. بعد كده هنقطع مع واحده كمان زي ما شايفين معايا بالشكل ده. عايزه اقول لكم يا بنات تجنن والله الحقيقه، فعلا جربوها ان شاء الله تعجبكم، شايفين معايا الجمال. بعد كده عندي شايفين دي كمان كنافه اللي كانت عندي في المج، كنافه المج شايفين محمره ازاي وجميله. اهم حاجه عندي السمنه بتاعتي تكون كتيره عشان تحمر بالشكل ده. بعد كده هنبدا نقطع مع بعض الكنافه اللي كانت فاضيه وقلنا هنغلفها من بره بالشوكولاته زي ما شايفين معايا بالشكل ده. طبعا بتقطعي بالطول اللي يناسبك زي ما تحبي، زي ما قلت انا بحب الاحجام الصغيره، شايفين معايا عندي اهو، شايفي شكلها ازاي يا بنات من جوه كمان. بعد كده عندي انا جهزت عندي صوص شوكولاته، دي عندي شوكولاته خام انا مسيحاها عندي في الميكرويف، ممكن تسيحيها عندك على حمام مائي. عندي الشوكولاته دي يا بنات دي شوكولاته مطبخ اللي هي الخام، طبعا دي رخيصه جدا مش غاليه ولا حاجه. عندي الباكو يعني تقريبا في حدود 12 جنيه تقريبا يعني. دلوقتي هبدا اغلف عندي الكنافه بالشوكولاته اللي معايا زي ما شايفين معايا بالشكل ده. عايزه اقول لكم يا بنات كمان عندي النوعيه دي تحفه بصراحه، الكنافه مع الشوكولاته بتديها طعم جنان، جربوها ان شاء الله هتعجبكم وتعجب الاولاد. بعد كده عندي بالشوكه بتاعتي بدات عندي اطلع بيها الكنافه واصفيها عندي من الشوكولاته، حطها عندي في الطبق. وبعد كده هعمل كل الكميه بنفس الطريقه. بعد كده عندي الكنافه عش البلبل زي ما شايفينها معايا، هنا عندي انتي بتحشيها الحشوات الموجودة عندك، ممكن فول سوداني ممكن فستق ممكن عين جمل ممكن لوز زي ما تحبي تحشيها، تمام. انا هنا عندي حشيتها بفول سوداني كده واحدة خفيفة كده، تمام. حشيتها كمان عندي بكريم شانتي زي ما شايفين معايا، وكمان حشيتها عندي بالشوكولاتة الخام اللي معايا، وحطيت كمان عليها من فوق واحدة كده فول سوداني شكل يعني، شايفين جمالها ازاي بالشكل ده. وده كان عندي الكمية بتاعتي اللي انا عملتها، هبدأ احطها في التلاجة. وحشيت كمان يا بنات عندي الكنافة زي ما شايفين عندي بالكريم شانتيه وزينتها بالشوكولاتة زي ما شايفين. كنت بنات انا عملت الفيديو لكن الحقيقة هو اتمسح معايا للأسف يعني الجزئية دي وانا بحشي الكونه اتمسحت. وزي ما شايفين معايا كده عندي الطبق بتاعي وشكله النهائي، وكمان عندي كتبت اسم القناة مامي في البيت كتبتها عندي هنا بالشوكولاتة زي ما شايفين معايا بالشكل ده. وده عندي شكل الطبق النهائي، شايفين معايا شكله جماله ازاي زي ما شايفين معايا. ده يا بنات اهو الكون والكنافة، شايفين معايا ازاي شكله الجميل. ودي كانت وصفتنا النهاردة، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني لايك الفيديو، تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد.